السلام عليكم، أدعوكم للاشتراك في القناة لمزيد من العطاء. شكرا على دعمكم. يستعمل الليمون والعسل في الكثير من الوصفات العلاجية والجمالية، حيث إن كل منهما يحتوي على عناصر غذائية ومعادن يحتاجها الجسم بشكل مستمر لمقاومة الأمراض والفيروسات ولأغراض الشفاء والجمال. عند خلط ملعقتين من العسل الطبيعي مع كأس عصير من الليمون الطبيعي، فإننا نحصل على العديد من الفوائد والعلاجات من تناول هذا الكأس مرتين يوميا. فهو يساعد في التخلص من البلغم الناتج عن الزكام والإنفلونزا، ويشفي من أمراض المعدة من قرحة وحموضة بالرغم من الطعم الحامض الذي يمتلكه الليمون. يحمي الجسم من الأمراض المعدية، حيث إنه يساعد الجسم في تكوين الأجسام المضادة لمقاومة الأمراض. يساعد في التخفيف من آلام والتهاب الحلق المزمن، حيث إنه يعمل على محاربة البكتيريا والفيروسات المسببة لالتهاب الحلق. يساعد في شفاء أمراض المسالك البولية والتهاب المثانة، ويعمل كمولين للأمعاء، ويشفي كذلك من أمراض القولون العصبي، ويخلص الجسم من المواد الحافظة وكذلك الدهون المتراكمة في الجسم. زيادة على كل هذا، يعمل على تنظيف الدم ويساعد الجسم في طرد الديدان من البطن. أما عند خلط ملعقة من العسل الطبيعي مع ملعقة من عصير الليمون الطبيعي ووضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة، فإننا نحصل على نضارة وجمال في الوجه بشكل عام، إذ يساعد في توحيد لون الجلد وتفتيحه، كما يستخدم لتبييض البشرة. ويغذي البشرة بفيتامين سي الذي يحمي من أضرار الشمس وتصبغات الجلد. كانت هذه فوائد الليمون والعسل، أتمنى أن تكون قد استفدت واستمتعت بالمشاهدة. ولا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد ومفيد. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.